الإيغور، ماذا تعرف عنهم أنت كمسلم؟ هل تعرف من هم المسلمو الإيغور؟ هل تعرف أن هناك ملايين المسلمين في تركستان الشرقية المحتلة من قبل الصين يعيشون في معسكرات تعذيب واعتقال؟ ما يحصل الآن لمسلمي الإيغور من عمليات إبادة، من عمليات جرائم ضد الإنسانية ترتكب بحقهم لا أحد يعرف عنه. كان هناك تقرير مهم وخطير جداً، تقرير أممي صدر عن مجلس حقوق الإنسان أو عن مقررة الإيغور في مجلس حقوق الإنسان. هذا التقرير أكد على ارتكاب الصين جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة بحق مسلمي الإيغور وبحق الأقليات في تركستان الشرقية. طلب مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة تقصي حقائق. للأسف لم يستطع مجلس حقوق الإنسان أن يحصل على الأكثرية بإصدار هذا القرار. السبب أن بعض الدول العربية والإسلامية ساندت الصين في منع إقرار هذا القرار. الآن الإيغور يعيشون في عالم مختلف، لا يسمح لهم بالهواتف ولا بمشاهدة التلفاز، ولا يسمح لهم لا بالصيام ولا بالصلاة، ويعيشون حالة من البؤس والتعذيب والإجبار على العمل بالسخرة لمصلحة الحكومة الصينية. تقارير ثابتة وموثقة، عدد تقرير الأممي، صدرت كذلك عن أمنيستي وهيومن رايت ووتش ومنظمات قانونية دولية تؤكد على أن ما ترتكبه الصين بحق الإيغور هو جرائم ضد الإنسانية. هناك الآن تحرك قضائي في الولايات المتحدة الأمريكية قام به بعض النواب في الكونغرس الأمريكي بالطلب بمحاكمة الرئيس الصيني عن الجرائم التي ترتكبها الصين بحق الإيغور. إلى متى يجب أن نظل نسمع أن جرائم ترتكب بحق المسلمين الإيغور ولا أحد من الدول العربية أو الإسلامية يحرك ساكنا؟ أين منظمة دول العالم الإسلامي؟ أين جامعة الدول العربية؟ أين المجتمع الإسلامي؟ وما يحصل في الإيغور وفي تركستان الشرقية يحصل كذلك في بورما ويحصل كذلك في الهند، حيث ترتكب الهند وفي كشمير بالذات المجازر بحق المسلمين، تعتدي على المصلين، تعتدي على أئمة المساجد، تغتصب النساء، والعالم لا يحرك ساكنا إكراما للهند الذي يعتبر قوة اقتصادية لا يستهان بها. حتى الدول العربية والدول الإسلامية بالذات ليس لها موقف للأسف تجاه ما يجري للمسلمين سواء في بورما أو في الإيغور، أي في تركستان الشرقية أو في كشمير وفي عموم الهند. نحن علينا كمسلمين وكأناس نعيش في هذا المجتمع وكإنسان أن نحس أن هناك مضطهدين سواء كانوا من الإيغور أو من الهنود المسلمين أو من أي مكان، وعلينا أن نساندهم، وعلى المجتمع الدولي والمجتمع العربي والإسلامي بالذات تحمل مسؤوليته تجاه هؤلاء.